وحدة السوريين أساس الحل السياسي، بهذا الشعار افتتح مجلس سوريا الديمقراطية المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية مؤتمره الرابع، مقترحا مشروع حل للأزمة السورية. نحن كمجلس سوريا الديمقراطي كقوة سياسية سورية مؤمنة بالحل السياسي السوري وفق القرارات المجتمع الدولي والقرارات الأممية وعلى رأسها 2254، نطمح لكي تكون لدينا سوريا في المستقبل الديمقراطية التعددية اللامركزية، وبالتالي القرار الدولي نعتقد بأنه يمكن أن يؤمن لنا خارطة الطريق الصحيحة للوصول إلى سوريا المستقبل. هذا ما ننشده بكل بساطة من خلال تجميع القوى الوطنية السورية. شاركت في المؤتمر الذي أقيم في مدينة الرقة شخصيات سياسية من محافظات سورية عدة ووفود من الخارج، بالإضافة إلى شيوخ ووجهاء عشائر. الحل يجب أن يكون سوري سوري، نؤكد على وحدة الشعب والأرض السورية، ولن نكون إلا جزء من الحل السوري. مثل ما أسلفت، يعني تحديات كبيرة أمامنا، إن شاء الله نضع سياسات استراتيجية للمرحلة القادمة لتقارب وجهات النظر، نمد أيدينا إلى جميع الدول الشقيقة العربية، ونمد يدنا أيضا إلى جميع الأصدقاء الذين يدعمون الحل السوري السوري. تأسس مجلس سوريا الديمقراطية في ديسمبر عام 2015، وهو المرجعية والمظلة السياسية للإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، ويتألف من مجموعة أحزاب وشخصيات من أطياف سورية مختلفة. يأتي انعقاد هذا المؤتمر في مرحلة عصيبة تمر منها سوريا والمنطقة عموما، من سماتها تكرار الهجمات على المواقع الأمريكية والأجنبية في سوريا، وارتفاع احتمالات اتساع رقعة الحرب المرتبطة بالتصعيد في غزة. هجر سيسكا نيوز عربية، الرقة، شمال شرق سوريا.